السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء، وبرد الحياة بعد الممات، ولذة الشوق إلى لقائك، ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أمين. مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في هذه المرحلة الجديدة من مراحل السيرة النبوية المباركة، لقد ذكرت لحضراتكم من معالم المرحلة الأولى في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا لكي يكون جامعا ولكي يكون جامعة ولكي يكون دار إيواء بما ألحق به من دار الصفة. ذكرت لحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار إرساء لمبدأ التكافل والتلاحم والترابط وتجسيد لمعنى الأمة الواحدة. إن مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لقد بلغت هذه المؤاخاة منتهاها حتى كانت أساسا للتوارث، فكان من عقدت بينهم المؤاخاة يرث بعضهم بعضا. وظل هذا لفترة من الزمن إلى أن تنزل نسخ التوارث بالمؤاخاة ورد التوارث إلى أصوله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. فالله جل وعلا نسخ التوارث بالمؤاخاة ورد التوارث إلى أصله إلى ذوي الأرحام، ولكن بقي النصرة، بقيت النصرة وبقيت المواساة وبقي التعاون، بل استمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد نسخ هذا التوارث يعقد مؤاخاة على المواساة والتعاون والنصرة، وليس من بينها التوارث الذي نسخ في كتاب الله عز وجل. من معالم المرحلة المدنية أيضا في بداياتها المبكرة صحيفة المدينة لعقدها النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشكل بها المجتمع المسلم ويقيم بها آصرة ويقيم بها علاقة بين مختلف أطياف المجتمع المدني. المجتمع المدني يعني كان يضم المسلمين من الأوس أو من الخزرج أو من المهاجرين، يعني المهاجرين والأنصار، كان يضم الوثنيين من العرب الذين لم يسلموا بعد وجههم لله عز وجل، وكان يضم اليهود بقبائلهم الثلاثة، قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. هذه مكونات المجتمع المدني. اليهود في البداية في المدينة لم يظهر منهم تمرد ولا معاداة، لسه يرقبون الأجواء، يرقبون هذا التغير الجديد الذي طرأ على المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ببصيرة النبوة أراد أن يعقد صحيفة تجمع بين ألوان الطيف الذين يعيشون داخل المدينة في منظومة وفاق وفي منظومة وئام وسلام اجتماعي، فكانت هذه الصحيفة التاريخية التي تعتبر أول دستور إسلامي في تاريخ المسلمين صحيفة المدينة. من حيث توثيقها اختلف الناس هل هذه الصحيفة بكل بنودها ثبتت بما تثبت به الأحاديث الصحيحة أم لا.
لم ترق كل بنودها إلى مستوى الصحة التي نثبتها للأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. لقد رواها محمد بن إسحاق بغير يعني بغير سند يعني، ورواها آخرون بأسانيد فيها ضعف. فهي في الجملة لا نستطيع أن نقول أن الصحيفة موضوعة. بعض الباحثين قال هذه الصحيفة موضوعة لما يرد ذكرها لا في كتب الفقه ولا في كتب الحديث، وهذا الحكم بالوضع مجازفة، لأن كثيرا من بنودها يعني قد ورد في أحاديث صحيحة. صحيح لم ترد كلها بإسناد متصل يرقى إلى مستوى الصحة، لكن كثيرا من بنودها وتفصيلاتها قد وردت في أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأصل الوثيقة موجود، ويعني وكثير من بنودها ثبتت صحته وأقام عليه المسلمون أحكاما تشريعية، وبعض بنودها الآخر جاء بأسانيد ضعيفة لا ترقى إلى مستوى الصحة. فجملة هذا يؤكد أن أصل الوثيقة موجود، أصل الوثيقة قائم، وبعضها ثبتت صحته بمقتضى قواعد الجرح والتعديل عند المحدثين، والبعض الآخر لم يرقى إلى مستوى الصحة، أسانيده ضعيفة. نريد أن نلقي نظرة على هذه الوثيقة، لأن حتى بيقولوا إن أسلوب الوثيقة الذي كتب به إنما ينم عن أصالتها، لأن نصوصها مكونة من جمل قصيرة بسيطة غير معقدة التركيب، وتستعمل فيها كلمات وتعبيرات كانت مألوفة في زمن النبوة وقل استعمالها فيما بعد، كأنها بصمة لغوية خاصة بهذه الحقبة التاريخية، بصمة لغوية خاصة بهذه الحقبة، حتى أصبحت مغلقة فهم بعض كلماتها على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة. أيضا إن الوثيقة ما فيش نص بيمدح مجموعة مدح بإطلاق أو بيذم مجموعة ذم بإطلاق، يعني التوازن الذي صيغت به لم تخص أحدا لا بإطراء ولا بذم. كل هذا من الشواهد التي ترجح أن الوثيقة أصيلة وليست مزورة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طب تعالوا نشوف، نخش على الوثيقة ونتعلم منها بعض ما تحمله من دروس ومعالم. بالمناسبة المؤرخون يقولون كانت هناك وثيقتان، نعم وثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، يعني بين المسلمين ككتلة واليهود ككتلة أخرى، ثم وثيقة أخرى بين المسلمين داخلهم ما بين المهاجرين والأنصار. ومن يستعرض بنود يجد فيها كتلتين، كتلة تخاطب العلاقة مع اليهود، كتلة تانية تخاطب المجتمع الإسلامي من الداخل. نص الوثيقة: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. المقدمة دي بتقول إيه؟ تقول إن هذه وثيقة، هذه البنود القادمة على الوثيقة الداخلية اللي هي ما بين المجتمع المسلم بمكوناته من المهاجرين والأنصار. لسه ما دخلناش في الحديث عن التعامل مع الآخر من غير المسلمين. لو دققت: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب، المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس. يبقى الروابط القبلية والعشائرية وحمية الجالية انتهت. أمة واحدة من دون الناس، مهاجرون أنصار، قريشي يثربي، كل المعاني القبلية والعشائرية انمحت ذابت، أصبحت العقيدة هي أساس الاجتماع وأساس الترابط وأساس التوحد. دي لقطة مهمة جدا.
إنهم أمة واحدة من دون الناس، في مكونات من الداخل، لكن القدر الجامع بينهما إنما المؤمنون إخوة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وجود كتل ومكونات من الداخل للتعارف فقط، كالتعارف الجغرافي، هذا مصري هذا فلسطيني هذا كذا، تعارف جغرافي ليس معقد ولاء وبراء، وليس مناط مدح ولا ذم، ولا قرب ولا بعد، ولا عطاء ولا منع. أمة واحدة من دون الناس، هذا ميلاد جديد للبشرية، أن ينقسم العالم إلى مؤمنين وإلى غير مؤمنين، أمة واحدة من دون الناس. ثم داخل هذه الكتلة الكبيرة، داخل هذا المشترك العام الجامع، عندنا مكونات من الداخل. المهاجرون من قريش على ربعته، أي الحالة التي كانوا عليها عندما جاء الدين، يتعاقلون فيما بينهم. يعني إيه معنى يتعاقلون؟ يدفع بعضهم دية بعض، يعني أصبح الآن، كان زمان العاقلة القبيلة، أصبح العاقلة المهاجرون، أصبحوا كتلة فيتعاقلون فيما بينهم، لأن الانتماءات القبلية والعشائرية انتهت، فأصبح الآن يتعاقلون فيما بينهم، وهم يفدون عانيهم، العاني الأسير، بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم أخذ يتكلم على المكونات، بنو عوف، بنو الحارث، بنو ساعدة، بنو جشم، بنو النجار، بنو عمرو بن عوف، بنو النبيل، إلى وكل هؤلاء نفس المعنى، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يعني برضو وجود عقل بين مجموعات مختلفة داخل هذا المكون الكبير، يعني إن العام ما بيلغيش الخاص، لكن بيحط يضعه داخل الإطار. يعني يعني هذه المجموعة من الناس تتعاقل فيما بينها، فقد توجد خصوصية علاقة داخل الإطار الإسلامي الجامع، لكن هذا لا ينبغي أن تهتك به الأخوة الإيمانية، ولا أن يخترق به سياجها، ولا أن تضعف به الوشائج والروابط والصلات التي تؤلف بين أبنائها. ثم قال: وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا. إيه المفرح؟ المثقل بالديون، المفرح المثقل بالديون، لا تكون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل. كلمة الفرح في اللغة معروفة ضد الحزن، لكن أيضا قد تأتي بمعنى البطر والأشر، فإن جاءت بهذا المعنى كانت منهيا عنها، إذ قال له قومه لا تفرح. ربنا ما بيدعوش يعني إلى النكد، مش المقصود النهي عن أن تسر بشيء، إنما الفرح المبطر المطغي الذي يفضي إلى استطالة وإلى بغي. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد. في آية في آخر سورة غافر: ذلك مما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فرحنا بمعنى الأشر والبطر، الزهو والخلاء والكبر والاستطالة والبغي. أما أن تسر بأمر طيب أو بقدر طيب يسوقه الله إليك، أو أن تساء بنازلة تنزل بك، هذا شعور جبلي بشري فطري غريزي. وقد سبق أن ذكرنا أن المشاعر الجبلية الغريزية لا تأتي الشريعة لا بالأمر بها ولا بالنهي عنها، إنما تأتي بالنهي عن أسبابها أو بالأمر بأسبابها أو بالتعقيب على أثارها وعلى مقوماتها. لكن الأمر الجبل الغريز البحت ليس مناطا للتكليف، إنما التكليف ينصرف إلى ما يدفع إليه أو إلى ما يترتب عليه. أما هو كعاطفة مجردة لا يملكها الفرد، فلا يأتي بها تكليف.
اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. نعم. وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة الظلم عطية بغير حق، أيديهم على كل من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. من ابتغى فسادا بين الناس، إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ولهذا المفسدون في الأرض يقاومون، ولو لم ينتهي فسادهم إلا بالقتل كان القتل جزاءهم ومصيرهم، من قتل نفسا بغير نفس أو إيه أو فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. نعم. قال وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. لو أن أي واحد من المسلمين أجار أحدا، أعطاه عهدا على السلامة من الأذى، مهما كان شأنه، مهما كان ضعفه، مهما كانت قلته أو ذلته، فهو واحد من المؤمنين. المؤمنون أمة واحدة يجير عليهم أدناهم. نعم. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض دون الناس، هم كتلة دون الناس. إن كان الحديث عن الولاء الديني ده ما يمنعش إن فيه يعني إن فيه تحالف على التناصر، في تحالف على التعاون المشترك، زي ما تيجي بقية البنود في التحالف مع اليهود في المراحل الأولى في المرحلة المدنية. الولاء الديني معناه إيه؟ إن كلمة الموالاة تطلق على معان كثيرة ترجع في النهاية إلى الحب والنصرة. المحبة الدينية والنصرة في الدين وقف على جماعة المسلمين فقط، لكن المحبة الجبلية مبذولة لا يستطيع الإنسان أن يمنعها، قد يتزوج بامرأة كتابية يحبها لكن لا يحبها باعتبار شركها وكفرها وعبادتها لغير الله، يحبها باعتبارها زوجة وباعتبارها يعني أم أولاده وشريكة حياته، لم يكلف ببغضها جبلة أو ببغضها غريزة، لكن ببغض ما هي عليه من الكفر والشرك وعبادة غير الله. وكما قلنا المسلمون الجدد لا يكلفون بأن يكرهوا جبلة وغريزة آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم وأبناءهم وبناتهم، أن يكلفوا بأن يبغضوهم غريزة وجبلة، لا، سوف يبقى الجانب الجبلي، بل بالعكس نحن نطالبهم بمزيد من الإحسان ومزيد من تألف القلب، لأن والله هذا هو اللي يعني أقرب الطرق إلى مغاليق القلوب لفتحها الإحسان والعطاء. أنا كنت أقرأ يعني اليوم وأمس كتاب جاني من كاليفورنيا من أحد تشابلنز في سجن من سجون يعني كاليفورنيا شديد الحراسة، فبيحكي قصته مع يعني تجاربه مع الدعوة داخل السجن، وأحكي أهوال وعجائب الدعوة داخل السجون، عالم آخر لا يخطر لك على بال، تقلباته أوضاعه أحواله مفاجآته غريبة جدا جدا. فبيحكي من ضمن المواقف اللي مر بها، يقول أنا كان لي رئيس يعني غير مسلم لكن كان في غاية النبل، وقال أنا لقيت منه كل تعاون، هو يعني ليس مسلما لكنه لم يكن محاربا لي في رسالتي ولا في قضية. طبعا ذكر نماذج أخرى يعني كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن هذا لا أبدا ولا قطرة ماء. فبيقول إني أنا فوجئت، قال أنا كانت مراتي يعني حامل في حاجة اسمها بيبي شاور، طبعا تسمعون عنها، ان يعملوا شو من قاعدة كده قبل الولادة يقدموا هدايا لمين؟ للمرأة الحامل بحسب حاجة اللي هي ذكر او انثى وكذا. قال انا فوجئت هم عملوا هذه الحفلة لمراتي،
والراجل جاء بزوجتي وبصدر وحاطين اسم مراتي عاملين معلقين يافطة كده كبيرة على عمود نور كده في طريق البيت. وقال دخلوا إلى البيت بهدايا مختلفة يعني غرقونا ماله. قال أنا مراتي بكت قالت يعني كل هذه من أين جاءت كل هذه العواطف رغم أن ليس بيننا. يعني تخيل لو كانت هذه على رقة في دينها كان زلزلها هذا الموقف، لأنها لم تجد ما يشبه هذا ولا قريبا منه من بعض المسلمين المحيطين بها. بينما جاء مدير السجن هذا أو رئيسه في السجن وجاء مجموعة من غير المسلمين وأغرقوها بالعواطف وبالهدايا وبالتحية وبالكذا وبالكذا. أقربت ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولهذا الشريعة راعت هذا المعنى، جعلت المؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة. أنت تقدر تصف تعمل المعنى ده وتحسبه من الزكاة إن كانت لك نية صالحة، أنك تنوي بهذا أن تتألف قلبه وأن تستميله على محبة الله ورسوله وعلى الدخول في الإسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وأن من تبعنا من يهود ممكن ينضم إلى التحالف معنا، بدأنا نتكلم على التحالف مع آخرين، وأن من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. يعني قد يدخل في هذا الحلف في هذا العقد هذه الصحيفة غير المسلمين فلهم النصرة. النصرة ليست نصرة في الدين، إنما نصرة على أساس المشترك العام من العقد الأمان أو العهد الذي يربطنا بهم. يبقى الولاء الديني الحب والنصرة في الدين لا ينفي ما تنشئه الصلاة الاجتماعية أو المجاورة في الأوطان والمساكن من وشائش تنشأ بين الناس فتنشأ عنها بعض العواطف الجبلية أو تدعو إلى مناصرة هؤلاء في بعض المواقف إذا تعرضوا لظلم أو مواساتهم إذا نزل بهم نازلة أو مشاركتهم في يعني فرح مشروع يصيبهم ونحو ذلك. ثم قال، شوف الكلام الدقيق الجميل النبوي، وأن سلم المؤمنين واحدة، إحنا كتلة، فلما نسالم ما نخبطش في بعض، وأن سلم المؤمنين واحدة. إذا كنا بنواجه عدو ما ينفعش واحد مننا يخرج عن الجماعة ثم يجنح لمسالمة عدونا دون بقية المؤمنين. وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. معنى في منتهى الرقي ومنتهى الشموخ ومنتهى الحكمة والبصيرة. وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن. نحن إذا تفرقت مواقفنا السياسية ضعفت، ذهبت ريحنا وضعفت شوكتنا وأصبنا بالشلل. وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وأن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض، يمنع ويكف. إذا أراد أحد أن يعتدي على أخيك فله الحق في النصرة، يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه، الهدي الذي جاءت به النصوص أو ما تعرف عليه الناس من مواريث ما قبل الإسلام، لأن الله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فكل خصلة جميلة كانت في الجاهلية زادها الإسلام جمالا وثق عراها، بل أعطاها نية صالحة. الكرم كان يفعل لكي يقال كريم، يفعله المسلم ابتغاء وجه الله عز وجل
وزلفى إليه وإيمانا به وحسبة له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أنت تكرم الضيف حسبة لله تعالى. فيما مضى كان الضيوف يكرمون ليس حسبة لله تعالى، لما دام من المآثر والشمائل والمناقب شيء يتكلم فيها الشعراء وتسير بها الركبان، ليست لوجه الله عز وجل. وقل كل هذا في المواريث الجميلة كانت يعني تمارس، الإسلام صفاها نقاها أعطاها نية صالحة لينظمها في سلك العبودية لله عز وجل. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. إحنا الآن أصبحنا في المدينة بيننا تحالف على النصرة. أعداؤنا قريش من الخارج الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا المؤمنين من مكة، ما ينفعش إن حد من أهل المدينة أهل هذه الصحيفة أنه يجير مشركا، أن يجير مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. نحن الآن أصبحنا حربنا واحدة وسلمنا واحدة. وأن من اعتبط مؤمنا قد إيه معنى اعتبط؟ مش يعني عبيط يعني أهبل يعني، معنى اعتبط أي قتله دون جناية أو سبب. القتل دون جناية أو سبب اسمه اعتباط. وأن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به يقاد به، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يولي، له أن يقبل الدية وله أن يعفو ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل. العقل هنا مش الدماغ، العقل هنا الدية يعني، العقل هنا الدية. نعم. وأن المؤمنين عليه كافة، يعني المؤمنون يقفون كافة في صف هذا القتيل يطالبون له بحقه، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، استنفار المجتمع المسلم بأكمله لكي يقف نصرة للحق ودفاعا عن المظلوم. طبعا اللي بيمثل المجتمع الإسلامي في دولة منظمة الدولة، حاكم المسلم السلطان الذي يقوم على أمر الله عز وجل فيحق الحق ويبطل الباطل ويحل الحلال ويحرم الحرام. نعم. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. نعم. ثم قال وأنه، شوفوا الكلام الجميل، لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه. لعن الله من آوى محدثا، صاحب البدعة المفسدة، لا يحل لك أن تؤويه ولا أن تنصره. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. للأسف في واقعنا المعاصر إيواء المحدثين من قبل أصحاب القرار وأصحاب الإمكانات، يطعنون في الثوابت، يسبون في محكمات الدين والملة والشريعة، ثم يتم إيواؤهم ونصرتهم والحيلولة بينهم وبين حتى التقاضي العادل، ترفع ضدهم دعاوى حسبة وكذا فتسقط. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. الذين يطعنون في صحيح البخاري، في رموز الأمة، في علمائها وفقهائها، في صحابة نبيها، ثم يحدث لهم إيواء وحماية ونصرة، لعن الله من آوى محدثا. لعنه الطرد من رحمة الله عز وجل. لعن الله من غير منار الأرض. نعم. وإن تأكيد من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة.
إن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة. الذين يؤون المحدثين المبتدعين الطاعنين في الدين الطاعنين في ثوابت الأمة ومحكماتها، من يبذون لهم النصرة والحماية، النصرة المعنوية والإعلامية والأدبية والسياسية، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه فرض ولا نفل، ولو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدي به نفسه من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. كان بيضع معالم الطهر والاستقامة والعدل في المجتمع المسلم الجديد الناشئ في المدينة النبوية. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آخر حاجة ختمت بها الصحيفة، وأنخلي الحديث عن كتلة التعامل مع اليهود ويعني وبنودها للقاء القادم، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. الظالم لا يجار، الآثم لا يجار، وهذا الكتاب لا يمثل حماية إلا لمن استقام وأوفى بعهد الله عز وجل وقام بما في هذه الصحيفة. لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة. تخش وتطلع، حرية التنقل والحركة، أنت في مقامك آمن وفي خروجك وسفرك آمن، إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى. إن الله جار لمن بر واتقى. هذه المعالم التي شكلتها صحيفة المدينة، أول سابقة دستورية في تاريخ المسلمين على هذا النحو من التفصيل، وعلى هديها وفي ضوئها قدم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، يعني قدم وثيقة، يعني قدم وثيقة للمواطنة ضمنها جملة من البنود المفصلة التي تلائم الناس في هذا البلد. إن شاء الله سوف نجد وقتا لكي نمر عليها كما مررنا على هذه الصحيفة. بقيت كتلة ما تحدثنا عنها، أن تكلمنا على العلاقة الداخلية وعملنا تطش خفيف للعلاقة مع اليهود، لكن في كتلة كاملة حول العلاقة مع غير المسلمين من خلال هذه الصحيفة، إن شاء الله نتكلم عنها في المحاضرة القادمة بإذن الله. فقنا الله إياكم، جزاكم الله خير، شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.